ده اسرع والذ موس، يعني ما تتصوريش قد ايه بيبقى طعمه لذيذ. حطيت هنا على النار الشوكولاته والمارشميلو والزبده، تمام. عندنا هنا دول مفروض ان هم هيسيحوا تماما، هنحط معاهم بس من الكاكاو كمان اللي عندنا علشان يعزز لي نكهة الشوكولاتة، وهنحط كمان معاهم وده اختياري قهوة سريعة الذوبان. في الآخر خالص هنحط البرتقال المبشور. ده بعد ما بيسيح بسيبه بس يبرد شوية كده. وبعدين عندنا هنا كريمة مخفوقة. عندك قد إيه عيار الكريمة؟ عيار الكريمة كوب ونص كريمة، هو بالظبط النص ده، يعني احنا هنا عاملين كوبايتين ونص، فيعني تقريبا النص بتاع دي. هناخد دلوقتي الشوكولاتة بتاعتنا بعد ما جمدت شوية، وهنبتدي ان احنا نخفقها بس عشان افكفكها شوية. اوكي، بس بنفكفكها شويه، بنبتدي نحط لها الكريمه بتاعتنا. هنحط الكريمه ونخفقها تاني مع بعض. ده اسرع والذ موس، يعني ما تتصوريش قد ايه بيبقى طعمه لذيذ. وهنحط معاها البرتقال المبشور اللي هيديها طعم لذيذ قوي. بصي هي فيها نكهات لذيذه. واضح. هقول لك على حاجه دلوقتي بس اخلص. لو حسيتوا مثلا ان هو فاتح شويه وعايزين تغمقوه، بنحط بنزود شويه من كاكاو الكسيح، مش هتفرق خالص في ال، هتدينا لون احلى. شفتي قد ايه لذيذ زاكي، فيه نكهات هيك زاكي، لذيذ. طيب بصوا دي يا جماعه اللي احنا هنستنى عليها بس لغايه ما يسيح كله، اهو على نار عاديه مش على حمام مائي. خلاص انا هستنى بس عليهم لغايه ما تسيح خالص، وهنعملهم نفس المعامله بتاعه اللي احنا عملناه هنا ده. خلاص انا هروح احط دول في كوبايات. عندنا هنا الاكواب بتاعتنا، فهحطهم في كيس حلواني واحط عليهم من فوق بقى التزيين اللي احنا عايزينه. حلو. هي كده. ده طبعا مش ده الموس الاصلي، ده موس سريع بس بيطلع طعمه حلو جدا، ومش لازم يعني قصدي مش لازم نعمل الحاجه كما يجب ان تكون، يعني احنا ممكن نضيف حاجات من عندنا ونغير شويه وتطلع الحاجه حلوه برضه طبعاً. جدا. انا بصي هعمل ايه، بس هحط دلوقتي هنا كده شويه كريمه اوكي على الوش، وكده الموس بتاعنا بقى بنزينه زي ما احنا عايزين. يا سلام. على قد ما الوصفه بسيطه على قد ما بجد طعمها حلو جدا. تمام. لنعمل موس الشوكولاته بالمارشميلو بده 300 جرام شوكولاته، معلقه كبيره بشر برتقال، 3 اكواب من المارشميلو ابيض صغير، معلقتين كبار من كاكاو الكسيح، 3 ارباع اصبع زبده، بدنا معلقه صغيره قهوه، بدنا كوب ونص من الكريمه، اما للوجه فبدنا كريمه مخفوقه، بدنا فراوله، وبدنا ايضا نعناع.